اتعلموا مني اتعلموا مني قبل ما اروح. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم لدينا استعراض لمنتجات عديدة يعني تخص بالشواحن. المنتج الاول سعره 19 ريال مع التوصيل من اكسبريس من نون. طبعا هذا يعني معروف يعني من شكله يعني انه يحول منفذ اليو اس بي الى منافذ عديدة. ممكن تستخدم يعني المنفذ هذا تستخدمه مثلا في الشواحن، تستخدمه في شحن متنقل تشبكه فيه يعني، او الشحن التقليدي او حتى الكمبيوتر، انا شبكته على الكمبيوتر. طبعا يعني سعره رخيص يعني، ويعني اتوقع انه لا يدعم الشحن السريع يعني شحنه يعني عادي يعني بطيء تقريبا. يعطيك اتوقع نفس الفولتيه ونفس يعني الترددات الكهربائيه يعني ما اتوقع انه راح يزيد منها. لكن اللي عجبني صراحه يعني اللي هو الاقفال هذه، تقدر يعني في القاطع يعني تقدر توقف على كل واحد وتشغله. طبعا الان شبكت على الكمبيوتر اليو اس بي، كما تلاحظون انا شابك ثلاث سماعات او يعني شاحن فيه ثلاث سماعات، ويعمل بشكل يعني تقريبا ممتاز يعني. وهنا يعني يتميز بالالوان يعني اللون الازرق عند التشغيل يعني كل منفذ. طبعا المنتج الثاني اللي شريته سعره ب 12 ريال مع التوصيل من اكسبريس من نون. طبعا شاحن ومعه سلك اللي هو ما ادري شو اسمه المنفذ هذا، لكن واضح يعني القديم يعني، فيجي معه. وهذا يعني تحس انه يعني انا ما امسكه وكذا تحس انه يعني ابو 30 ريال وكذا يعني، بس لكنه معبر يعني ينفع للسفر، ينفع لاشياء معينه يعني تشحن بها اشياء يعني ما تحتاجها او شيء زي كذا، فيعني يمشي الوضع. وعندنا المنتج الثاني سعره 8 ريال مع التوصيل من اكسبريس من نون. طبعا انا راح طبعا يعني جودته يعني خامه مو بمره يعني، لكن يلا انا بجربهم تجريب مكثف بعد شهر او كذا، اسالوني هل يعني تنصحوني فيها او لا. شكرا. وفي نهاية المقطع لا تنسى قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الباقيات الصالحات.